سلام الله عليكم مشاهدنا الكرام. كنا البارحة نسبر أغوار الساحة السياسية في الجزائر من زاويتين، زاوية السلطة وزاوية المعارضة، التي هي الآن تتكتل وتجتمع في مؤتمرات ولقاءات وندوات من أجل الوصول إلى معالم خارطة الطريق لنقل الجزائر من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى تقول بأنها ستسعد الجزائريين جميعا. اليوم مشاهدنا الكرام سنستمر في سبر هذه الآراء. البارحة استمعنا إلى رؤساء أحزاب وإلى محللين سياسيين وكذلك إلى إعلاميين. اليوم سنعود إلى نوع آخر من المعارضة الجزائرية. أطياف المعارضة في الجزائرية كثيرة جدا، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على ما هو موجود في الشارع الجزائري من الذين يكونون المجتمع المدني، وأقصد هنا النقابيين، الناشطين الحقوقيين وكذلك الناشطين السياسيين بالأحرى. قبل هذا مشاهدنا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود. في كل دولة تخضع للقانون والعمل في إطار مؤسساتها الشرعية يتم فيها تعيين وعزل الإطارات السامية في المؤسسات المدنية والعسكرية وفق معايير وقواعد وقوانين تحتكم لمنطق الكفاءة والمهارة والقدرة على أداء المهمة بشفافية تمليها شروط الحكام الناجعة والتراكم الإيجابي للنتائج. لكن الجزائر ومنذ أن تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المقعد حاليا رئاسة الدولة فيها عمد إلى تجميد وتحييد وتبديد حكم المؤسسة والقانون، واختزل الدولة في شخصه هو، فألغى دور البرلمان في الرقابة على الحكومة وآداء إدارتها، ودور الأحزاب المعارضة في النقد البناء والشراكة التدافعية، وأفرغ المجلس الدستوري من أي دور رقابي على مدى توافق وضع الرئيس وسلوكاته وأفعاله ومراسيمه مع القانون. كما مسك الرئيس بوتفليقة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي من ناصيتها، وحول الكثير من ضباطها السامين إلى مجرد ممرضين ومساعدين يدفعون كرسيه المتحرك إلى المجهول. بوتفليقة لم يتوانى في عزل من لا يعجبه وينصب من يراه دون ذلك، وخير مثال على ذلك سلسلة التنحيات غير المفسرة ابتداء من بنفليس وأنصاره من المدنيين والعسكريين وانتهاء بعبد العزيز بالخادم، والقائمة مفتوحة وربما ستمتد إلى أحمد أويحيى الذي أبدى الرئيس بوتفليقة مؤخرا عدم رضاه عن آدائه بشأن الاستشارة السابقة لتعديل الدستور والتي كان أويحيى آخر من قام بها. اليوم وكالبارحة وغدا بإذن الله تطالعنا وسائل الإعلام الجزائرية بسلسلة من الإحالات على التقاعد والتعيينات الجديدة في نواحي المؤسسة العسكرية باعتباره كذلك وزيرا للدفاع والقائد الأعلى للجيش. لكن ما استغربه الجميع هو هل فعلا بوتفليقة ما زال في وضع صحي يسمح له بالعزل والتعيين؟ أم هل هو على علم على الأقل بهذه العزولات والتعيينات؟ ومن يقف وراء كل هذا؟ مصادر شبه رسمية تؤكد أن الجزائر الآن دخلت كلية تحت جناح طاعة اثنين فقط من إخوة الرئيس لا ثالث لهما، وهما السعيد بوتفليقة وناصر بوتفليقة، الأمر الذي صار ينذر بمصير مجهول لهذه الدولة ومؤسساتها. فهل هي نهاية لنظام فاشل؟ أم أنها بداية للعودة الحتمية للشرعية الشعبية لمنع الانهيار؟ وما دور المعارضة والشعب في كل هذا؟ شكرا جزيلا للزميل محمد مغراوي على هذا التقرير. إذن مشاهدينا الكرام، الاحتقان والانسداد والتذمر هي أبرز سمات الساحة السياسية في الجزائر. نبدأ مشاهدينا الكرام باستضافة ثلة من ضيوفنا الكرام سياسيين ومحللين. نبدأ بالأستاذ حسن بوراس القيادي في جبهة رفض. أستاذ حسن بعد الترحيب بك، الكثيرون من متابعي الشأن السياسي في الجزائر يجمعون على ما كنت قد ذكرته في بداية حديثي حول هذا التذمر والانسداد بين السلطة وبين المعارضة، فكيف تقيم أنت ما يجري اليوم في الساحة السياسية؟ السلام عليكم، تحية لك أخ عثمان ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. للأسف كل ما يجري اليوم في الجزائر ليس وليد فترة حكم بوتفليقة، وإنما هو نتيجة منطقية لأسباب معينة لم تعد خافية على أحد. أيوة. فحكم العسكر الذي تكرس وامتد ولا يزال منذ 62 إلى يومنا هذا، ورغم تجميله بواجهات مدنية من حين لآخر، أظن أنه هو وراء هذا المشهد العبثي الذي وصلنا إليه برئيس مقعد
شبه مشلول محجور عليه من طرف سلة من المنتفعين سواء من عائلته او من المؤسسة العسكرية والمخابراتية الذين يختفون من وراء الستار ويحركونه مثل الدمية. هذا من جهة، ومن جهة اخرى نشاهد كذلك معارضة طالعتها مكونة من رؤساء حكومات ورؤساء احزاب اكلوا حتى التخمة من موائد السلطة وشربوا وناموا في غرفها. في المقابل وبمرارة نشاهد كذلك استقالة كلية للمجتمع المدني الذي أصبحت أولوية، الأولويات لديه هي أن يسير حياته يوم بيوم، ولا تهمه سياسة ولا معارضة ولا من يحكمه سواء كان واقفا على قدميه أم مقعد على كرسي متحرك. المحصلة اليوم الجزائر هي على حافة التحلل والتفكك إذا استمر الوضع على حاله. طيب حسن، هذا عن الوضع السياسي بصفة عامة، ماذا عن الوضع الاجتماعي في جميع القطاعات؟ لا أريد الحديث عن قطاع بمفرده، وإنما أريد الحديث عن قطاعات كلها. كل ما نقرأه يوميا هو المزيد من الإضرابات، المزيد من الاعتصامات، هناك من يهدد بتصعيد الاحتجاج وما إلى ذلك. كيف ترى أنت هذه المسألة وأنت موجود في الشارع الجزائري؟ نعم، الوضع الاجتماعي غير متزن منذ سنوات، وهذه الإضرابات وهذه الاحتجاجات مستمرة منذ سنوات، والسلطة تسير هذه الأزمة بما تملكه من ريع وولاءات. أعتقد أن السلطة تأقلمت مع هذا الوضع منذ سنوات، وهي نجحت في تسيير هذه الأزمة الاجتماعية إلى حد ما. نعم أستاذ حسن. طيب أستاذ حسن، يعني حتى وجودكم يعني ربما تراجع نوعا ما، يعني بعد الانتخابات كان في حضور بالنسبة لحركات عديدة، ضمن هذه الحركات جبهة رفض موجودة في الشارع الجزائري خاصة في العاصمة، شاركتم في الوقفات الاحتجاجية لأمهات المختطفين هكذا حتى يرضى عنا الجميع، تقول لا نقول المفقودين مثل ما هو سير في وسائل الإعلام. هل هنالك تفسير لتراجعكم في الظهور في الشارع الجزائري؟ نحن لم نتراجع، كانت لنا وقفة مؤخرا في نهاية شهر أوت، وشاركنا في وقفة عائلة المخطوفين، ولنا وقفة في 29 سبتمبر من الشهر الحالي كذلك. نحن لم نتراجع، ولكن وقع شيء من إعادة مراجعة عملنا في إطار داخلي. هذا هو السبب، ولكن لم نتراجع. نحن خيارنا هو الشارع، وسنستمر في الشارع إلى غاية انتزاع مطالبنا وإلى غاية تغيير هذا النظام. طيب ماذا عن التنسيقية؟ كانت قد وجهت دعوات عديدة لحقوقيين، لمثقفين، أكاديميين، هذوما اللي ينشطوا في إطار المجتمع المدني، للانضمام إليهم والجلوس إلى مائدة مستديرة لرسم معالم خارطة الطريق للجزائر مستقبلا. هل تلقيتم دعوة من هذا القبيل؟ تقصد تنسيقية الأحزاب؟ بالضبط، تنسيقية الانتقال الديمقراطي. نحن وجهت لنا دعوة في بداية لقاءات التنسيقية، واعتذرنا عليها، لأن نحن نرى في عملنا في الشارع وليس في القاعات المغلقة، وعملنا هو التأثير لدفع المعارضة والسلطة كليهما لتحريك الأوضاع الراكدة. نحن اخترنا الشارع لكي نضغط على السلطة من جهة، ولنضغط كذلك على المعارضة لكي تهيكل نفسها وتتبنى مطالب المجتمع. نحن كما قلت لك اعتذرنا عن المشاركة، ليس رفضا لخطوة المعارضة، وإنما ثمنا هذه الخطوة ونباركها ونتمنى النجاح لها. لكن ما يلاحظ أن التنسيقية بقيت تراوح مكانها، ولم رغم وجود أحزاب وازنة وشخصيات سياسية كما قلت رؤساء حكومات، ولكن لم تصل
يصل عملها إلى الحد الأدنى، لا يزال في الحد الأدنى أقصد، ولم تحسم بعد أمرها في مسألة طريقة التغيير التي قد نختلف عليها. فالمعارضة لا تزال، هذه التنسيقية لا تزال لم تقتنع بمسألة التغيير الذي يأتي من الشارع. هو البارحة أستاذ حسن، البارحة كان معي أحد أبرز قيادي التنسيقية شيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، وكنت سألته حول هذه الشبهة التي تطال التنسيقية بأنه دائما معارضتها تكتفي فقط بالفنادق والغرف المغلقة، وماذا عن الأسئلة حول الشارع ونزول الجزائر العميقة ومن ذلك. فكان جوابه هو أنه الكثيرون يستعجلون الثمرة، ولا بد من رص الصفوف، ولا بد من لملمة هؤلاء أطياف المعارضة المبعثرة. هذا هو جوابه. هل يمكن أن نقول بأن الذين يقولون لا بد من نزول الشارع والذهاب للجزائر العميقة هو يعني تسرع وربما قطف الثمرة قبل أوانها؟ اصلا كما قلت لك من قبل، هذه المعارضه المشكله من خمس رؤساء حكومات هي اليوم مصداقيتها في المحك امام المواطن، وزادت عن ذلك انها لم تقدم اي شيء ملموس لهذا المواطن حتى يقتنع بها. هذا هو العائق الذي يجعل من هذه المعارضه ضعيفه الى حد ما. لهذا نحن قررنا ان لا نمضي او لا نشارك في ندواتها ولقاءاتها، وان نختار الشارع كمنبر للتعبير عن مطالبنا، لان الشارع اكثر حريه وهو المنبر الوحيد الذي ياتي منه التغيير، لا من القاعات قاعات مظفران ولا غيرها. طيب ابقى معنا استاذ حسن، ساعود اليك بعد لحظات. الان مشاهدينا الكرام ينضم الي الدكتور مراد دهينة عضو امانه حركه رشاد. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور مراد، يعني هل من تقييم أولي نبتدئ به حوارنا في هذه المائدة إن شئت تسميتها بهذا حول ما يجري في الساحة السياسية في الجزائر؟ والله هذا سؤال شوية واسع، يعني تقييمه في عدة جوانب للساحة السياسية، فيها طبعا ما يخص الوضع الداخلي الجزائري سواء على المستوى الاقتصادي أو تجاذبات سياسية وصراعات داخلية، وربما من أكبر الأمور التي تثير قلق الجزائريين اليوم خاصة الوضع الدولي الراهن وما يمكن أن تنجر إليه الجزائر بفعل سلطة غائبة، بفعل تحرك غير محسوب له أو لا تحسب عواقبه، وكذلك ولاءات واتصالات ومسايرة لقوى عظمى في المنطقة. هذا ما يدخل الكثير من القلق، ولا يدري حقيقة الجزائريون ماذا ستأتي به الأيام المقبلة، كما قلت، سواء على المستوى الداخلي أو المحيط الذي نعيشه في المنطقة. طيب إذا أتينا إلى المعارضة، كيف تقيم جهودها الآن المعارضة؟ هي تقول بأنه نحن في طريق التكتل والانسجام للوصول إلى خارطة الطريق لتغيير الوضع في الجزائر. كيف تقيمون جهدها الأخير؟ أنا أظن أنه سابق للأوان أن يكون فيه تقييم، وإنما فيه تحولات، فيه تحالفات جديدة، فيه محاولة لنشاط سياسي في ظل الفراغ والطريق المسدود الذي أوصلتنا إليه السلطة الحالية، كأنها قفلت كل الميادين ثم انصرفت وانسلخت من بين هذا المجتمع، وتركت بعض الأصوات طبعا التي كلها تدعي أن تعبر عن هذه السلطة. وممكن أعطي مثال بسيط، يعني قبل أسابيع أو أشهر بالخادم كان ينطق باسم جناح من السلطة على الأقل. فندري ماذا يقع بين عشية وضحاها، لأنها ليست دولة مؤسسات بل هي دولة ولاءات، دولة ريع، دولة مكاسب شخصية، ودولة يعني تسير حسب مزاج ونرجسية رجل غائب. بمعنى كل شيء متوقع يا دكتور. طبعا للأسف أقول كل شيء متوقع، لأننا نتوقع الأسوأ من يوم الآخر. هذا هو المشكل في الجزائر، ليست هنالك نظرة. بالأمس فقط أو قبل يومين ونحن نتابع مثلا هذا الثلاثية ما بين الحكومة والنقابات إلى غير ذلك وأرباب العمل، نرى مرة أخرى كلام شبه بهلواني من وزير أول
كأنه يتكلم بشيء، يقول احنا متحكمين في كل شيء، ويعطي أرقام يعني لا تمت بصلة للواقع الذي تعيشه الجزائر وواقع الدولي، فيقول متحكمين في كل شيء والجزائريين ما لازمش تخافوا، بينما كل المؤشرات حقيقة أصبحت مخيفة. ونقول يا ليتنا كنا في الجزائر لنا ديكتاتورية واضحة كمثلا كالتي عرفتها شيلي قبل عشرات عقود مضت. نعم. بينوشي كان ديكتاتور لكن خطه كان واضح، وترك بلده على الأقل من الناحية الاقتصادية في طريق يعني مستقيم. أما نحن اليوم لا ندري إلى أين نمشي، هذه المشكلة. يا ليت كنا نمشي في طريق معوج، اليوم لا ندري إلى أين نسير. عندما قلنا نسير نتكلم على هذا النظام بما يمثل كذلك ما له من حكومة، ما له من وزراء، فيه بعض الأشياء حتى نكون منصفين، يعني ما نكونش يعني دائما نتهم على أساس أننا نأتي بالصورة القاتمة. بعض المحاولات في بعض المجالات، مثلا السياسة الخارجية، وكأنها بدأت تجد شيء من التوازن، أقول شيء من التوازن، لكن تبقى دائما رهينة لمزاج شخص وهو الرئيس الجمهورية الذي دستوريا وفعليا له كل مقاليد السلطة فيما يخص السلطة السياسة الخارجية، فكل شيء مرتقب. يعني ممكن غدا يقرر أنه يصبح حليف لفرنسا لضرب ليبيا مثلا. طيب سأعود إليك دكتور، سمح لي لحظات سأعود إليك. حسن براس القيادي في جبهة رفض، أستاذ حسن يعني يقولون يد الله مع الجماعة، لكن لحد الساعة المتابع لشؤون السياسة في الجزائر يقول بأن جبهة رفض ما تزال لوحدها. هل نسقتم مع جبهات أخرى، مع منظمات أخرى، جمعيات أخرى، حول تنسيق الجهود أقصد، يعني في رفض هذا النظام الذي تقولون بأنه نظام خارج التغطية، لا يصلح لقيادة البلد، الجزائر تستأهل أحسن من هذا بكثير، هل نسقتم مع جماعات أخرى، تنظيمات أخرى، حركات أخرى؟ نحن فتحنا الباب للتنسيق مع كل أطياف المجتمع المدني، ولكن للأسف أن العديد من التنظيمات الموجودة في الساحة ما تزال تحكمها بعض الإيديولوجيات القديمة وبعض الأفكار التي كانت في التسعينيات، ما تزال راسخة لدى هؤلاء. فنحن اختلفنا في الكثير مع بعض الإخوة الفاعلين في المجتمع المدني حول خاصة ملفات المأساة الوطنية. هناك من له وجهة نظر تختلف عن وجهة نظرنا في هذا المجال، لهذا فشلت محاولاتنا لتوحيد الصفوف، لأن البعض لم يتجاوز هذه الملفات ويعالجها من منظوره، والبعض يراها من بمنطق السلطة، لهذا لم نتمكن من العمل جماعيا مع بعض التنظيمات. هذا هو السبب. طيب أستاذ حسن، يعني ماذا الآن عن المحطات المستقبلية لجبهة رفض؟ جبهة رفض ستبقى في الشارع، ستحشد قدر ما تستطيع من أطياف المجتمع المدني الذين لنا قواسم مشتركة معهم، إضافة أننا سنبقى نراقب عمل تنسيقية الأحزاب، وسنلتقي إذا قررت هذه التنسيقية النزول إلى الشارع في يوم ما، ستجدنا في المكان الذي تتطلع إليه إذا كانت تؤمن بالشارع. نحن سنمضي في نضالنا، وكما تعلم جبهة رفض تضم تنسيقية المخطوفين قسرا، وهذا ملف ثقيل جدا، كما تضم جبهة مكافحة الفساد، وتضم جزء من العاطلين عن العمل، وهذه ملفات ثقيلة جدا. سنعمل ونشتغل في المستقبل للنضال من أجلها، فوحده ملف المخطوفين هو سيقسم بإذن الله ظهر هذا النظام الاستبدادي. ملف المفقودين سنمضي بكل ما نملك من قدرة لاستعادة حق هذه العائلات المكلومة، استعادة حقها في العدالة والحقيقة مهما طال الزمن. شكرا لك أستاذ حسن براس
القيادي في جبهة رفض، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. الآن أعود إليك دكتور. دكتور مراد دهينة، عضو أمانة حركة رشاد. الغموض مستمر دكتور حول غياب الرئيس، رئيس الجمهورية، وأنت تعرف صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، القاضي الأعلى، القاضي الأول في البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والكثير من الصلاحيات، لكن مع ذلك ما زال غيابه ملحوظا ومستمرا. وفي الوقت نفسه هناك قرارات وقرارات ومشاريع وطروحات وأفكار تصدر تقريبا أسبوعيا. من وراء هذه القرارات؟ الناس تتساءل. دكتور مراد، الو، تفضل تفضل دكتور، انا اسمعك. ايوه، فكما قلت هو فيه طبعا تفسيرات نسمع من بعض المحللين الى غير ذلك، لكن في الحقيقه يعني ما تعلمنا التجارب وحتى المسار التاريخي للامور ان مرات قد تكون التفسيرات الاكثر بساطه هي الاقرب للصواب. انا ما اقصد بهذا، هو بوتفليقه لا يزال رئيسا، وأظن أنه يتخذ قرارات. أنا ما أظنش يعني تملى عليه أشياء ولا تفرض عليه ولا كذا، أكيد أن فيه حاشية حوله، نعرف مثلا قربه بالعائلة، إخوانه إلى غير ذلك، لكن أظن في آخر السياق أنه هو الذي يتخذ القرارات. وهذا الشيء في الحقيقة هو واضح لكنه مخيف، لأننا نعلم أن وضعه الصحي لا يمكنه ومن دراسة مستفيضة للملفات، فهو طبعا يمشي أكثر بالمزاج، يمشي أكثر بتسوية أو بتصفية الحسابات القديمة، وهذا منذ الاستقلال هو ماشي في هذا النمط. هذا رجل امتهن يعني قضية المراوغة، قضية الحيلة، قضية ما يريد البعض أن يسميه ذكاء أو حنكة، سميه ما شئت، وإنما ليس فيه شفافية بما تتطلبه يعني تسيير دولة في هذا العصر. نحن نعلم أن الآن الدول لا يمكن أن تسير إلا بمؤسسات، بخبراء، بشفافية، بدراسات مستفيضة، وليس بمزاج أو توجهات أشخاص أو انتقام إلى غير ذلك، كما هو جاري الحال الآن عندنا في الجزائر. فأنا أظن أنه لا يزال هو الذي يتخذ القرارات، ليس لنا أن نحمل غيره هذه القرارات. طيب يا دكتور، بمعنى أن نحن نكرر المكرر الآن، طالما أن الرئيس ليس لأول مرة يصاب بالعجز أو المرض، حدث هذا قبل الانتخابات ربما بسنة أو سنتين أو بشهور، ثم بعد ذلك الذين نصحوه بتمديد عهدته وهو الضرورة للجزائر ها هم الآن في خبر كان، أنت تعرف من أقصد، الذين نصحوه بالاستمرار هم الآن في خبر كان وغضب عليهم. لكن سؤالي فقط، لماذا عاد الحديث من جديد من أجل تفعيل المادة 88 من الدستور؟ أنا أظن هذه راح تمشي وتعود وترجع إلى أن يقضي الله أمرا، يعني نظن الأمر بيد الله، الأعمار بيد الله، ونظن راح نبقى نمشي في هذا المسار لأسباب موضوعية ممكن أشرحها يعني بكل بساطة. أولا أن بوتفليقة عندما جاء بنى يعني كل حكمه على المراوغة، على تأليب فلان ضد فلان، على توزيع الأموال، فكل الناس حوله حتى في إطار الجيش الوطني الشعبي، هو عين أناس قراب منه، جاب جيل جديد، يعني عول على كذلك السن المتقدم، لأن فيه أمر جيل راه ماشي الآن خلاص، هذا جيل قايد صالح وتوفيق وغير غير ذلك، حتى طبعا بما فيهم بوتفليقة. نحن في نهاية عهدة، حب بوتفليقة ولا كاره، الكارثة ليست في هذا التحليل، هذا أمر تحصيل حاصل. الكارثة التي سنواجهها، وكما يقولوا عندما يفطنوا للأسف الجزائريين من هذا السبات ومن هذا يعني الـ 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 الوضع المزري، عندما يعني يمشي بوتفليقة وحاشيته وصحابه وأعداؤه هذا الجيل، سنجد أن الجزائر تكون في وضع سيء، لأن بوتفليقة قضى على قضية الدولة، كان كذلك هو لأنه لا يؤمن بما يسمى الشعب الجزائري، ونتذكر ماذا كان يقول كي كان جاء في 99، وكيف أنه يهدد الشعب، ابقوا في رداءتكم وأنا نمشي لبيتي، وكأن هذا الشعب باللغة العامية في ذهن بوتفليقة الشعب الجزائري ما يستهلش رئيس في مستوى بوتفليقة، هو هكذا ينظر لنفسه كأنه يعني هو أعلى من الشعب، والشعب هذا كأنه عالى عليه وراه يمشي فيه فقط باش ما يدير به حاجة.
بينما الأمر الواقعي هو العكس. بوتفليقة راح يخلينا بلد في وضع كارثي، فيها أموال يعني سخرت للنهب، سخرت لمشاريع لا رأس لها ولا 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 يعني موضوعية، وراح ندفع ثمن كبير بتهديد أمن البلاد، بتهديد استقلالية الجزائر، اقتصادها يعني كل المؤشرات راح تدل على أننا ماشيين في 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 دمار هائل. وهذه المشكلة، المشكلة ليست اليوم، بوتفليقة ماشي سواء بعد أسبوع أو سنة، هذا تحصيل حاصل، لكن النظام اللي راح يتركونا بوتفليقة وحاشيته هو نظام كارثي، وإن لم يتفطن الجزائريون من الآن راح نمشي نجد في أنفسنا بعد وقت قصير جدا في كارثة بأتم معنى الكلمة. طيب سأعود إليك دكتور الآن، ورحب بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجمعية السلمية للإنقاذ. الشيخ علي بعد الترحيب بك، بالنسبة للذين يدورون في فلك السلطة في الجزائر راضون عن أنفسهم كما هم راضون طبعا عن عبد العزيز بوتفليقة، يقولون قد فعل الكثير الكثير في هذه السنوات العجاف التي مرت بها الجزائر، وأحسن شيء عمله الجزائر أنه حافظ على سلمها، حافظ على استقرارها وأمنها مقارنة بالدول التي هبت عليها هذه الريح وما تزال تهب. أنظر ماذا يحدث في ليبيا، في سوريا، في اليمن، وبالتالي فإنه حافظ للجزائر أمنها واستقرارها. كيف ترد على هذا الطرح؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعلى ضيوفك الكرام الأخ براس والأخ المحترم مراد الدهينة. نعم. وسائر النظار الكرام. شكرا. أما فيما يخص السؤال الذي طرحت، ينبغي علينا أن ندرك بأن الشعب الجزائري والجزائر تعاني من غياب رأس الدولة. أيوة. تعاني من ثلاثة أمور. الأمر الأول غياب رأس الدولة. الشعب الجزائري لا يعرف من يصنع قراره السياسي الداخلي والخارجي، والرئيس في حكم الميت كما هو معروف شرعا وسياسة، لأنه لم يحدث في تاريخ البشرية المعاصر أن يغيب الرئيس على المستوى الداخلي والدولي والعالم بأكمله في حالة يعني توتر صعبة، وهو على مشارف حرب عالمية ثالثة لا قدر الله، وهنالك صمت وغياب تام لرئيس الجمهورية، وهنالك يعني عزل لأناس واستقدام أناس بغير معايير كما قال الأخ مردين قبل قليل أو جاء في التقرير على غير معايير علمية دقيقة في هذا الباب. هذا أول ما نعاني منه، ولذلك أنا طلبت من المعارضة بل من الشعب الجزائري أن يتوجهوا إلى المقر الموجود في رئيس الجمهورية بزرالدة أو بشنان المفتي، ويطالبوا بأن يخرج لهم من الشرفة ويتكلم معهم مباشرة. هذا حقه، حق الشعب عليه وحقه على هذا الشعب. أما هذا الغموض فهو شيء خطير على الشعب الجزائري، لأنه كثرة الشائعات وكثرة التحليلات وكثرة الأراجيف، وكل إنسان له رواية، وهنالك تصادم. هناك من يقول أن هنالك تصادم بين المصالح الأمريكية والمصالح الفرنسية، فرنسا تريد أن تجعل رجالها وأمريكا تريد أن تجعل رجالها، والرئيس غائب ومريض، والحاشية التي هي محيطة به وهي صغيرة جدا استحوذت على القرار السياسي واستعانت بأرباب المال الوسخ إلى آخر الروايات. المهم نحن نريد أن نعرف رأس الدولة يخرج للشعب ويتكلم يعني مباشرة، لا برسالة ولا بمرسول، هكذا الذي نريده، وإلا فلا بد أن يعتذر لأسباب صحية أو يعزل من طرف الدستوري لأنه عاجز ليس صحيا على مخاطبة شعبه. هذه المسألة الأولى. أما الأمر الثاني الذي نعاني منه هو أننا نعاني من غياب الحل السياسي الحقيقي الذي يعطي لجميع شرائح الشعب ولجميع يعني أبناء الشعب الجزائري حقهم في العمل السياسي، وحق الشعب أيضا في اختيار مرؤوسيه وفي اختيار مشروعه بكامل الحرية. هذا العالم الحل السياسي
لحد الآن. وأيضا المعارضة نحن لا نصوب لها سهام، لأن المعارضة ليست في السلطة، هي تحاول وتبذل مجهودا وتريد أن تجتمع وتريد، ولكن لابد أن تعرفوا أن السلطة متخولة على جميع مفاصل الدولة، وأن الأجهزة الأمنية المختلفة هي التي تستحوذ على الساحة السياسية فتمنع الناس من النشاط وتمنع الناس من الحديث، حتى الوسائل الإعلام المرئية الخاصة والعامة ما يعني محسوسة على رأيها. فهذه أمور ثلاثة يعني يعاني من الشعب الجزائري. طيب بالنسبة لعبد الملك سلال رئيس الوزراء في رده على مثل هذه الطروحات والأفكار حول الرئيس، يقول لماذا أنتم تريدون الرئيس دائما يظهر في كل يوم وأنتم تعرفون بأن صحته لا تسمح له بالخطاب أو الحديث إلى الشعب، يكفي أنه موجود وهو يسهر الليالي طوال بين قوسين على التسيير الجيد لأمور البلاد. وهل لاحظتم مثلا تأخرا في دفع رواتب العمال والموظفين؟ الجزائر مستقرة آمنة، ولماذا أنتم فقط دائما تكررون الكلام نفسه أين الرئيس وأين الرئيس؟ أولا نحن لا نعلق على كلام سلال، هذا رجل يعرف بما لا يعرف، ورجل يمتهن الكذب ويستهزئ بالشعب ولا يستصغرهم، ويظن بأنه ما دام هو في السلطة وما دام هو في الوزير الأول أنه يعلم أكثر من 40 مليون من الشعب الجزائري، في إطارات في علماء وفي مفكرين وفي سياسة وفي أقلام إعلامية، هذا كله استسخار للشعب، هذا يدلك دلالة قاطعة على أن الشعب في عقل هؤلاء الذين يسيرون البلاد أنه لا شأن له ولا بد أن لا يعرف ما يحدث وراء الجدر، بينما نرى أن كيري ووزير الدفاع الأمريكي وقائد الأركان ديمسي يمشوا أمام الكونغرس الأمريكي ويحفرونهم حفرة ويصبح العرق يتصبب من جبينهم ويسألونهم في أدق الأمور. هل نستطيع نحن الآن الجزائر النواب الجزائريين المعارضة الرسمية وغير الرسمية أن تأتي بجهد صالح حتى هنا وتسأله لماذا جاء قائد الأفريقوم ولماذا جاء قائد القوات الفرنسية وما هي الأمور؟ هل تستطيع المعارضة أو الإعلام يجرؤ واحد فيهم أن يسأل هؤلاء؟ كأنهم يفعلون بنا ما يريدون، هذا الشعب عبارة عن قش بحثة ولا قيمة له ونشيله كما. وإذا أما قضية الاستقرار والأمن فهذه كذبة كبرى لا مثيل لها، ليس هناك خضوع عن طريق الأجهزة الأمنية والقمعية ويعني مصادرة حقوق الناس في العمل السياسي والتحضير السياسي والحراك الشعبي، كل هذا معطل. لكن إذا الفرق بين الاستقرار القائم على السياسة والقائم على العدل والقائم على إعطاء الناس حقوقهم، والاستقرار الذي هو مثل الخنوع كالدجاج في الخم لا أكثر ولا أقل، فقضية الاستقرار غير موجودة وقضية رئاسة الدولة غير موجودة، وسلال يعرف بما لا يعرف، وسوف تبدي لكم الأيام إن شاء الله بأن هؤلاء لا يعتبرون بالشعب ولا يقدرونه ولا يعطونه أي قيمة، أي قيمة، يكذبون على الشعب، وزراء يكذبون ومسؤولون يكذبون، وعندما تتراهم على شاشات التلفزة يقولون بأن كذا بينما في الواقع شيء ثاني، والشعب يعاني من عنف نفسي لا مثيل له في الشوارع في الإدارات في المدرسة في المستشفيات، كل الشعب يعاني كل الشعب يعاني، يعني هذا أكبر عنف يمارس على الشعب الجزائري مما يولد العنف الجسدي ويولد العنف اللفظي إلى آخره، لأن العنف النفسي أخطر شيء على حياة الشعوب. طيب سأعود إليك شيخ علي. دكتور مراد، أنت كنت قد أشرت في إجابتك على السؤال الأول بأن السياسة الخارجية للجزائر نوعا ما متوازنة، لكن تبين للكثيرين من متابعي الشأن السياسي في الجزائر بأن ما وراء تصريح جون كيري البارحة حول السياسة الجزائرية حول الحكومة الجزائرية حول السياسة الرشيدة ربما بين قوسين للجزائر بأنه شكر الجزائر لوقوفها مع الولايات المتحدة ومع التحالف الدولي لمحاربة داعش. كيف نفسر هذا؟ هل للجزائر ما تخفيه حول هذا التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدول الإسلامية؟
في الحقيقة شوف، أنا نظن الكلام دائما طبعا لازم أن يوضع في نصابه. أولا تسمح قبل أن أحيي الضيوف، لأن لم أكن أدري من كان معي، فأحيي طبعا الشيخ علي بالحاج سلامي الحار له، والأخ الكريم حسن بوراس. نعم. وإجابة لك، الحقيقة شوف، القضية اللي ذكرتها أنا بطريقة حتى نكون منصفين، أنا عندما تكلمت على شيء إيجابي أقصد شيء تحديدا، وهو ما صرح به الله أعلم بالخبايا. نعم. موقف الجزائر تجاه قضية هامة جدا على حدودنا هي قضية ليبيا. إذا كانت الجزائر حقيقة، يعني نتكلم على النظام الجزائري كما صرح به رمضان العمامرة، تعارض تدخلا أجنبيا في ليبيا، وتريد أن تسعى بكل صدق وبكل الأطراف من أجل بعث حوار وطني ليبي يفضي إلى حل وطني ليبي، فهذه حسنة تحسب للنظام الجزائري حتى نكون مقسطين، ونحن ندعم هذا الموقف. الآن طبعا كل الأمور تقاس حسب المواقف. الآن إذا تكلمنا على يعني مسايرة الجزائر لكل ما تطلبه فرنسا في ما يسمى حربها على الإرهاب، سواء كان ككارثة التدخل في مالي ومن جر عليها من استباحة الأجواء الجزائرية بدون قيد ولا شرط، أو ما يسمى على الحرب على الإرهاب في منطقة الرافدين في العراق أو في سوريا إلى غير ذلك، فهذه مخططات عالمية تخص دول ضعيفة كما كنا نقول في السبعينات، الإمبريالية العالمية ما زال قائمة. فهذه طبعا إحنا إذا كان فيه شيء من كما يقول عنا النيف والعز، الجزائر مستحيل تمشي في هذا الطريق. فهذا ما نتبعه، ونرجو أن يكون شيء كما قلت من العزة والأنفة عند بعض من المسؤولين الجزائريين أن لا يسيروا في هذا الطريق، أن يكونوا أذيالا، وأن يقصد الكلمة أذيالا لمن يريد أن يقهر الشعوب اليوم والاستكبار العالمي، وعلى رأسه للأسف دولة كأمريكا. فهذا احنا ما عندنا فيه دخل كجزائريين، الامر يعني فوق ايدينا، ما ندخلوش نفوسنا وما نلطخوش سمعتنا وانتمائنا الحضاري والديني والعرقي الى غير ذلك في مخططات لا تخدم الشعب الجزائري. فاذا كان مشات السياسه الخارجيه على هذا المنهاج بها ونعمت، ونحن نقول بدون يعني مزايدة ولا كذا، للمحسن احسن كما في قضية موقف ليبيا. الان اذا كان فيه مساومات الكواليس لضرب أي كان خارج حدود الجزائر، والتآمر على الشعوب ومد القوى الاستكبار بكل قدرات الجزائر، هذا طبعا نحن نعتبره كجزائريين لا يمت بأصالة شعبنا، بل هو خيانة لتاريخنا وللثورة الجزائرية وللشعب الجزائري ومقوماته. طيب، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة يا دكتور مراد. مشاهدنا الكرام، سنعود بعد فاصل قصير لفتح محاور يراها الكثيرون مهمة، خاصة حول الشأن السياسي الداخلي. سنعود بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، ونحن على الهواء مباشرة في برنامج الحدث. اليوم نفتح ملف الساحة السياسية في الجزائر، ونحاول الإجابة عن أسئلة مطروحة والكثيرون يرونها مشروعة حول هذه القرارات الأخيرة الصادرة أخيرا عن رئاسة الجمهورية، حول غياب رئيس الجمهورية، حول بعض المشاريع والإصلاحات. الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجمهورية السلمي للإنقاذ، ما رأيك في هذا الجدل الطويل الدائر اليوم بين المعارضة والسلطة؟ المعارضة تقول بأن السلطة منحرفة، تجاوزت كل الأعراف، لابد أن تزول لأنها مستبدة ديكتاتورية. أما السلطة فتقول أن المعارضة تريد إدخال الجزائر في نفق مظلم. إلى متى يستمر هذا الجدل؟ شيخ علي؟ الشيخ علي بن حاج؟ يبدو أنه لا يسمعنا. طيب، سأتحول إلى ضيفي الكريم دكتور مراد. كنت قد سألت الشيخ علي، لكن لا بأس، سأوجه لك أنت أيضا. هذا الجدل الدائر اليوم بين السلطة
والمعارضة، كأنه قصف متبادل، تصريحات وتصريحات مضادة. السلطة تقول بأن المعارضة تعاذ من أجل المعارضة، والمعارضة تقول أن السلطة إنها مستبدة وديكتاتورية وماضي يقود من في طريقها ولا تأبه بما نقوله ونصدره في هذه المؤتمرات واللقاءات. طبعا اولا هذا هذه المواقف عاديه وموضوعيه. نعم. المشكل انه الذي لابد ان يطرح هو انه ليس لدينا اليوم سلطه بمعنى الكلمه، وليس لدينا مجال للمعارضه النزيهه السياسيه التي تثمن العمل السياسي وتكون وتعود بالمنفعه والصلاح على الامه. اليوم لدينا سلطه يعني تسود وتفرض نفسها بطرق يعني أقل ما يقال أنها عجيبة. الرئيس المفروض يمثل البلد، يمثل الجمهورية، هو الذي يطمئن الشعب، يخاطب الشعب، يتكلم إليه، يمثل البلد في المحافل الدولية. كل هذه الأمور اللي بعضها حقيقة نعم له بعد بروتوكولي لكنه هام بالنسبة لدولة ولجمهورية، هذا كله غائب، يعني غائب. ما عندناش اليوم باش نشوف رئيس. الأمور التي تتخذ القرارات، ونعود نعطي مثال من كلام سلال في هذا الثلاثية، يعني يروحوا يغيبوا ثم يجيقوا لك رعنا حلول، ما تخموش رانا. 2015 البترول راح يطلع، 2019 دائما كهذه المخططة الخماسية الهلامية التي لا ندري من يخطط لها، لأن البرلمان فارغ، ما هوش يقوم بدوره البرلمان. نعم. لا تناقش الأمور المصيرية في قبة البرلمان. فإذا من يتخذ هذه القرارات؟ فهي إما أنها تتخذ من جهات مجهولة ومشبوهة، وإما أنها تتخذ من جهات حقيقة تفتقد إلى كل مقومات الشفافية والكفاءة والمساءلة أمام الشعب، كأنها تتصرف في ملكها الخاص ولا أحد يسألها. أما بالنسبة للمعارضة فهي طبعا مقفولة في وجهها كل الأبواب، ولا يترك لها مجال إلا إذا سايرت النظام في مخططاته، أي إذا أصبحت يعني تأكل وتسكت ولا تصفق. ولنا أمثلة كثيرة، سواء أحزاب كانت في كنف السلطة ثم انتبهت وهذه شيء جميل ونحن نرحب به، أو كذلك من الشخصيات أو بالخادم وما زال يوصلوا أخرين. يعني كاين الآن اللي راه في المعارضة وكان قبل سنوات ماشي مع النظام ويصفق لبوتفليقة، ومعليش خلي الناس تتفطن. لكن حقيقة أنا ما نظنش اليوم راه عندنا مجال للمعارضة السياسية النزيهة. عندنا يعني طبقة سياسية الآن تفطنت إلى حد ما لما يحاك ضد الجزائر من مخاطر بحكم غياب سلطة حقيقية شرعية وسير هذا النظام، وخاصة على رأسه أي موقع رئيس الجمهورية في نفق مظلم لا ندري إلى أين سنصل. نحن نعلم حقيقة بطرق موضوعية ما ستكون التركة، يعني قلت كما قبل قضية أسابيع ولا أشهر ولا سنة ولا سنتين يمشي بوتفليقة. وطبعا ممكن احنا نمشي قبله، يعني ما نتكلم عليه كشخص كآدمي، لكن كنظام راح يمشي في 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 وقت قصير. نعم. والكارثة التي سنواجهها هي تأتينا آنذاك، نجد مؤسسات يعني ليست قائمة، هذو الآن اللي راهم يصفقوا الحواشي سلال ويحيى وكذا وكذا وكذا، سيدخلون في صراعات بينهم. قد نصل، ممكن نصل إلى وضع ليبيا ممكن، لكن مش بالتهديد الخارجي، بحكم هذه التيارات داخل السلطة التي هي متشبثة وتتكلم وتدعي أنها تدافع وفي صف عبد العزيز بوتفليقة، ولكنها كل شيء يفرقها، فقط الريع والمصلحة هي اللي جمعتها. الآن نصفق لبوتفليقة لأنه غائب ومخلينا وسائل، هما عارفين المعادلة الآن، اللي صفق البوتفليقة رجعت في مكانه، اللي يجيب فكرة ولا ينتقد سيد الرئيس يطلع مرسوم والجريدة الرسمية وانتهت قضيته. هذه هي الآن المعادلة، فاهمينها بنات، وليس لهم الجرأة في أن يأتي، يعني كما يقول ربي سبحانه أليس منكم رجل رشيد، يعني أنتم في مسؤولية دولة، في مسؤولية مستقبل أمة، وباقين فقط في طور المجاملة فقط للحفاظ على مصالح معينة. وللأسف
جزاء سينما راه مجال مازال تأتي على رؤوس أخرى ومازال فيه ناس آخرين، لأن الرجل بوتفليقة هو عنده يفهم السياسة فقط بالمكائد والنرجسية، ويريد فقط أن يرى نفسه على أعلى هرم السلطة وأن يموت وهو في كرسي الرئاسة، هذا همه الوحيد، وإن كان غير ذلك فليبرهن على غير ذلك بأن يحاور الجزائريين كما قال الشيخ علي يا سيدي يستقبلهم في زرالدا، هاو الشيخ علي طلب حاب يزوره خلاص يروح طيب يقول طيب روح نشوفك يا الشيخ علي وينتقده ويقول له ما شاء، لكن أين هو هذا الرئيس؟ طيب يا دكتور سأسأل الشيخ علي، سأسأل الشيخ علي الآن وأعود إليك. الشيخ علي ما رأيك في هذه الجرعات التي سربها من يدورون في فلك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 3 أيام؟ مفاده هذه الجرعات مفادها أن الدولة ماضية نحو التوسيع الإداري، بدلا من 48 ولاية سنضيف عددا من الولايات لهذا التقسيم الإداري، ثم ننظم انتخابات محلية، انتخابات بلدية وولائية، ثم نصادق على هذه التعديلات حول الدستور بمعنى نجعلها وثيقة دستورية جديدة ومهمة ربما تمضي إلى استفتاء شعبي أو ربما يصادق عليها البرلمان، ثم نوسع حوارنا مع المعارضة، لكن لم نفهم بالضبط أي معارضة يقصد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني. ما رأيك في هذه الجرعات التي سربتها رئاسة الجمهورية الأيام الأخيرة؟ أولا لا أستطيع أن أحلل التسريبات، هذه التسريبات التي فقط من أجل تحريك الساحة الإعلامية وإشغال الناس بما لا يجب أن يشغلوا به. لا يمكن أن أحلل مثل هذه الأشياء التي تأتي طارة من سعيداني وطارة من فلان وطارة من علان، ثم بعد يوم يومين هذا يكذب هذا وزير يكذب هذا، ليس هناك انسجام، هناك كل وزارة تمشي بدون زمام ولا خطام. يعني لا أستطيع أن أمشي في هذا الباب. أنا أتحدث عن قضية أساسية، لذا أردنا أن نتحدث عن إصلاح القضايا الداخلية لا بد لنا أن نتحدث عن السياسة الخارجية للبلاد، لأنها نحن الآن في البلاد الخارج أمريكا وفرنسا وأوروبا يعرفون حجم الفساد الموجود في الجزائر وهم يبتزون الجزائر بملفات، فالفساد أولا في اغتصاب الإرادة الشعبية وما نجم عليها من قتل وأيضا بملفات أخرى يعني نحب المال العام هنا وهناك. الذي لفت انتباهي من الذي يعني يدعم هذا الأنظمة الفاسدة؟ أمريكا وفرنسا. خذ مثال، عندما التقى رمضان عمارة بكيري، وأنتم تعرفون بأن كيري كان في حرب فيتنام وحرب فيتنام نعرفها، حتى وزير الدفاع الشكري قال عندما تحدث عنه أوباما قال هذا كان في فيتنام، وينسى أوباما بأن حرب فيتنام هو أيضا إرهاب الأمريكي على فيتنام، يكفي أنهم قتلوا 160,000 واغتصبوا أكثر من 30,000 امرأة فيتنامية وأيضا 70,000 كل شخص مفقودين، كل هذا معروف. لكن عندما يتحدث رمضان العمامرة في أمريكا وفي واشنطن وتنقلها يعني وسائل الإعلام وهو يضحك بملء فيه ولا يضحك في الجزائر بالطبع، يضحك في أمريكا بالطبع، لا هؤلاء فاقدين شخصية، هؤلاء عندهم عقدة نقص، هؤلاء أمام السعيد وهو حديث، ولذلك يقول لقد هزمت الجزائر للإرهاب ودفعت ثمنا باهظا ونحن نتمتع بالأمن والسكينة وأصبحنا بلدا مصدر للأمن والاستقرار. تعال نقف عند هذه الجملة، عندما يقول هزمت الجزائر عن أي إرهاب يتحدث عن أنظار العمارة؟ ألم يكن سنة 1993 كان سفير الجزائر والأمم المتحدة وكان يبين المشاكل والقتل والنار الذي كان يطال الشعب الجزائري اغتصاب الإرادة الشعبية؟ أيها كيف هذا الحال بأن هنالك اغتصاب الإرادة الشعبية؟ سبحان الله، إن الطيور على أشكالها تقعوا، هؤلاء يمارسون الإرهاب وهؤلاء يمارسون إرهاب الدولة الداخلية، وهنالك تحالف الآن بين الإرهاب العالمي الدول التي تقودها أمريكا وحلف الناتو وبين أيضا إرهاب الدول هذه الدول الإرهابية التي تمنع
من تقرير مصيرها ومن ان تتحدث ومن ان تتكلم ومن ان تختار. البارحه اسكتلندا لعبت اكثر درس في الحلم. اسكتلندا لعبت اكثر درس. ودعت الناس مستقله مستقله رئيس الوزراء من منصبه السياسي ومنصبه العزبي وسيعطي القياده الى الاخرين. نحن لا نتعلم. نحن لا نتعلم. احنا الان ينبغي علينا ان نعرف أن هذا الرضا العامة عندما يقول أي ولاية يتحدث عنه، وعندما نقول نحن نتمتع بالأمن والسكينة، يتمتع بالأمن والسكينة، هذا الجزائر يتمتع بالأمن والسكينة، عندما يدخل الشباب إلى المستشفى، معنا الشباب، عندما يكون العنف في الملاعب، والعنف في المدارس، والعنف في المساجد، والعنف في الإدارات، والعنف في البرلمان، والعنف في الشوارع، يعني هذا أمن، هل عندما يتحدث أي سكينة في أمن يتحدث عنها، والشهر ومخاهر الشرطة، والدرجات والحواجز، حواجز المرور لساعات طويلة، أي أمن يتحدث، ونحن سنصدر الأمن للآخرين، ثم بعد ذلك يحكم عليه كيري ونقول له نحن نشكر الحكومة الجزائرية عندنا صديق وشريك، صديق وعند بيته والعميل. طيب يا شيخ علي. صديق العميل والحقيقة ليس فينبغي علينا أننا نحن الآن أمام مؤامرة دولية على الشعب الجزائري. طيب شيخ علي، ولو أن الصوت ليس واضحا، شيخ علي، ربما الشباب يعيدون الاتصال بك، نريد صوتا واضحا حتى نفهم ما تقول. دكتور مراد، ماذا عن الجهود، جهود التنسيقية في الأيام الأخيرة؟ هناك من وجه لها بعض السهام قائلا بأنها لا تريد آراء أخرى خارج نطاقها. هل فعلا لم تستشارون، لم تدعون بتزويدها بأفكار ما، باقتراحات ما؟ لا أدري، هم يقولون بأنه احنا نحن استشرنا كل من موجود، كل من هو موجود في الساحة السياسية في الجزائر، لكن البعض يقولون لا، فإن التنسيقية اكتفت بالمقربين، اكتفت برؤساء حكومات، وزراء سابقين، شخصيات تاريخية معروفة، لكن هناك من ينشط في الساحة السياسية في الجزائر وخارجها، لكن التنسيقية تجاوزتهم. هل هذا صحيح دكتور مراد؟ أنا أنتهز فرصة وجودك معنا اليوم. في الحقيقة هو ليس شرطا أن يعني ما تقوم به التنسيقية أن يكون هو ذلك التحرك الوحيد. أنا نظن نحن مهما كان نثمن ما قامت به التنسيقية، هو جهد حاولوا جمع جزائريين، وقع حوار، وقع كلام، طرح أفكار، ونظن هذه مرحلة أراها إيجابية، يعني لا 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 يشأل عليها، لأننا نعتبر نحن في حركة رشاد أن المشكلة الآن ليس في أن نقول هذا محق وهذا كذا وهذا مخطئ، اللهم ليكون في يعني موطن المسؤولية ولا بد أن يحاسب. المعارضة تطرح أفكار وتلتقي ونحن نثمن هذا المسعى الكلام، لكن طبعا لا ينبغي أن لا يظن أحدا أنه يعني له الفكر الأوحد وهو عنده الحل لوحده ولا هو اللي راه جامع كل التيارات. لا، الجزائر فيها توجهات، فيها يعني أطراف كثيرة، فيها ما يثري الساحة السياسية الجزائرية، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن نعتبر إما التنسيقية ولا غيرها على أنها تمثل كل الطروحات السياسية وكل الإمكانات للحوار وللخروج بحل عادل وحل نافذ للأزمة الجزائرية. فمرة أخرى أقول أن ما يقومون به شيء جيد، فيه بعض الاتصالات بين أشخاص، بين تيارات، بين من هو اليوم في التنسيقية وربما ما كانش قبل فيها، لكن هذه أنا أظن أنه مسعى جيد، لكن لا ينبغي أن نعتبر أنه هو المسعى يعني بالتعريف. هذا مسعى نثمنه ونتمنى النجاح له ولكل مساعي الجزائريين، لكن ما زال الطريق طويل، لأنه لابد أنا نظن بالنسبة للمعارضة أن تتحرك، تنزل طبعا للشارع، أن تطرح أفكار، أن تبلورها، ثم أن تقوي نفسها تنظيميا على صعيدين، أن تكون حقيقة مستقلة عن السلطة بكل تياراتها، وهذا لا يعني إقصاء السلطة، أقول مستقلة، اللي يكون حاب يتكلم مع الجزائريين على قدر المساواة مرحبا وأهلا وسهلا به، وإن كان من صلب المخابرات لكن يتكلم معهم كجزائريين لإيجاد حل لأزمة الجزائر. ثم
أن تستعد المعارضة بالتنسيقية وغيرها وكل أطيافها إلى أن يعني تبعث حراك شعبي يجعل حقيقة المتزمتين والمتشددين والمتطرفين في هذا السلطة القائمة اليوم يفهموا أن فيه من يمكن أن يقود الجزائر، لأنهم الآن في ذهنهم لو يمشوا راح تخلى البلاد. لا، احنا نقولهم إذا بقيتوا تخلى، هذا هو الكلام لازم يقال. هذا النظام ما دام راكم باقين الجزائر ماشية يعني للطريق المسدود، ولذلك أنه لابد أن تكون آلية نتمناها ونحرص على أن تكون سلمية لا عنفية حضارية تحرك الشعب الجزائري. وقد يأتي هذا بعد أسابيع أو أشهر أو سنة أو سنتين، هذا وقت يعني معقول، لكن المعارضة لابد أن تطرحه بقوة كما قلت الاستقلالية الإخلاص فقط للشعب الجزائري، وأن طبعا ترفض أي تدخل أجنبي، وأن يكون مسعاها سلمي، وأن تطرح طروحات تفصيلية لما تريده لنمط تسيير الدولة الجزائرية في المستقبل، حتى نخرج من هذا الحقيقة العبث الذي أصبحنا نتخبط فيه. وللأسف للأسف الشديد هم يقولون الذين ينتقدوننا بحكم أنه شغلنا بطيء جدا ونسير سير السلحفات، يقولون ردا على هؤلاء بأنهم يستعجلون الثمرة. هذا ما قاله لي أحد أبرز قيادي التنسيقية البارحة، قال نحن ماضون لهذه المرحلة، مرحلة النزول للشارع، مرحلة مقارعة الحجة بالحجة، مرحلة مخاطبة الجماهير والمناضلين في الجزائر العميقة، وليس فقط البقاء في العاصمة وبعض الفنادق. هذا الذي فهمته من ضيفي البارحة، لكن لا بأس الآن أعود إلى الشيخ علي ثم أعود إليك مرة أخرى دكتور مراد. شيخ علي، بالنسبة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، هل لديها طروحات جديدة، أوراق جديدة، أحكام أخرى لما وصلت إليه الساحة السياسية اليوم في الجزائر، أم أن يدها في يد التنسيقية وخلاص؟ بالنسبة كما قال الأخ مراد هنا قبل قليل، ما يبشره بالخير أن المعارضة الآن تجتمع وتنسق بينها، وعندها قواسم يمكن أن نحددها. عند القاسم الأول لا بد من أن يتغير بطريقة إسلامية، وعند قاسم آخر لا بد من أن يتمتع كل أبناء الشعب الجزائري بحقوقهم السياسية وحرياتهم العامة، وعندها أيضا أن الشعب الجزائري هو الذي له حق الكامل من أجل أن يختار بين المشاريع المتداولة. هذه تنظيمات ذهبية، قواسم ذهبية، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تجد الرياح بما لا تشتهي سبله. هنالك تحديات، هنالك عقبات، هنالك، وهذه العقبات لا تأتي من المحاربة إنما تأتي من السلطة، والمحاربة تريد حلا وسطا لا يدخل البلاد في 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 ما لا تحمد رقباه. ولذلك فهو يسوس الأمور سياسة حكيمة، ولكن إذا لم تعالج القضايا، إذا الآن يعني الشعب الجزائري يريد أن يعرف بدقة جدا، الرئيس إذا كان مريضا ينبغي أن يحلل له طريق المجلس الدستوري، انتهى، رئيس حادث انتهى، وأوقن الرئيس هو يرى من نفسه أنه لا يتحدث مع شعبه ولا يستطيع أن يتابع الملفات، أو أنه في يده عصابة تسيره وهي التي تطعمه وهي التي تغذيه وهي التي تكسيه وهي التي تفعل به كل شيء، فهو رئيس بيدها لا بد أن يتخذ قرارا فيعزل ما يقول أنا سأتوقف وأترك. عندما تأتي لآفيات جديدة ونفضل أن تكون رئاسية لمرحلة واحدة ومرحلة انتقالية حقيقة ستكتب دماء جديدة في عروق الشعب الجزائري، ولا تحس بالاطمئنان، ولا تحس بأن المشاريع لا يقفى مشروع على مشروع، وأنه يعرف الاختيار بين المشاريع التي هي بين يديه بكل حرية من جميع الأطراف. هذا في الحقيقة هو المخلص. إلى أن يقول هذا ولم نصلح به، يعني في الشهر الأول أو في الشهر أو في الأشهر المقبلة أو في سنة أو في سنتين ستقع الكارثة، لا محالة، لا تقع، ستقع لأن الأمن والاستقرار الذي يروج له الأرض العمامة، ونحن لا نقولها، نقولها بكل صراحة، أنا لا أؤمن هذا النظام، هذا يعقد في السر ما لا يعقده ما لا يقوله بالغيب.
ما مقصودها. لابد أن يقضي عن هذا الأشياء. لا يسأل واحد على طريق أفريقهم ولا لمهما قائد الفرنسي يأتي الجزائر ولا لم يسأل ولا لا كان مكة إلا مباشرة إلى مكة. لماذا ولاية مكة دون غيرها من الولايات؟ هذه أسئلة ينبغي يطرحها الإعلاميون والسياسيون والنواب والمعارضة الجادة في الداخل وفي الخارج الرسمية وغير الرسمية. إذا لابد أن نعرف بأن المعارضة ينبغي أن لا نكسبها قسوة كبيرا. وهذا ما تريده الدولة، يعني تريد الدولة أن تكسب المعارضة وأن المعارضة لا تفعل شيئا وأن كذا. المعارضة عندها أفكار وعندها الآن قوات مشتركة والحمد لله رب العالمين، وأيضا كل واحد يحتفظ بمشروعه وكل واحد عنده حق في هذه البلاد، والشعب هو السيد الذي يختار بين هذه البدائل. هذا شيء يعني إنجاز كبير، لكن من يعرضه؟ الحمد لله من الله عز وجل. أنا لا أقول هذا من باب التشكي، وإنما أشكو نفسي وحزني إلى الله وأعتمد على الله عز وجل. ولكن ليعرف الناس وليعرف العام والخاص أنا متابعة ومثلا حيثما ذهبت وحيثما حللت وحيثما ارتحلت مراهقا، يعني وين أروح؟ لتبرعك تروح إلى أي مكان، يعني وذهبت بهم إلى المديرية العامة ولا تواب، وذهبت إلى مراكز الشرطة وذهبت إلى مراكز حقوق الإنسان، ولا أحد استطاع أن يقول فكوا خيل هذا الرجل. لماذا تفعلوا هذا؟ لماذا لم تطاردوا شيخ الخليل الذين يذهبون المال العام؟ لماذا فلان وفلان وفلان؟ إذا المعارضة لا تستطيع أن تعقد أن تمشي بالشارع، لا تستطيع أن تحصل على قارئ حفلات إلا في ظروف معينة. فالحقيقة ما أشار إليه الأخ مراد بيضا وما أشار إليه دراسة قبل قليل، يعني الحقيقة كله يدل دلالة أن المحاربة وأن المجتمع المدني أصبح ناضجا وواعيا ويعرف مكانته، ولكن ما زال عندنا أجهزة أمنية طبيعية التي يخشاها الشعب الجزائري أن يقع بينه وبينها صدام فتحت ما يقع ما لا ثمن، ولكن إذا كان العقلاء ينبهون والآخرون يستعجبون بأن هناك استقرار وهناك أمن، الأمن والاستقرار لا يأتي بالطمع، لا يأتي بتأييد أمريكا ولا بتأييد فرنسا ولا بسكوتها على ما يحدث في البلاد. نحن نريد أن نخطو خطوة، والحمد لله جيل جديد عنده عقل عنده علم عنده معرفة عنده طاقات خلاقة بديعة والحمد لله رب العالمين. لكن العين كل العين في رأس النظام وفي الحاشية التي استولت على السلطة وفي الأجهزة الأمنية الطبيعية وفي مبالغة الشعب الجزائري في قوته وعيشه وحريته وراحته النفسية. راحته النفسية الشعب الجزائري الآن يمارس عليه العنف. وهو كذلك شيخ علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية القادة، جزيل الشكر لك، ونعتذر في الوقت نفسه حول هذا رداءة الخط اليوم مع الجزائر هذه الأيام الأخيرة. الخطوط صعبة جدا، بالإضافة إلى أنها ليست واضحة بالمرة. أعود لأني للدكتور مراد. دكتور مراد، أمام هذه التصريحات والتصريحات المضادة للمعارضة من جهة وأطراف محسوبة على السلطة من جهة أخرى، إلى أين تتجه الجزائر؟ ليس سياسيين فقط بل اجتماعيين واقتصاديين، خاصة مع الأخبار الأخيرة حول تراجع أسعار البترول، وأنت تعرف أن هذه المسألة تؤثر أيما تأثير في الاقتصاد الجزائري. معذرة أخي الكريم، كان يعني ضاع مني بداية السؤال، لم لو تتفضل فقط تعاود تطرحه لأن كان في خلل. لا بأس يا دكتور، سألتك حول هذه التصريحات والتصريحات المضادة، أمام هذه التصريحات والتصريحات المضادة للسلطة، أطراف من السلطة الذين يدورون في فلكها والمعارضة التنسيقية أو غير التنسيقية، قلت أمام هذه الأوضاع كلها أين أو إلى أين تتجه الجزائر؟ ليس سياسيا فقط بل اجتماعيا واقتصاديا مع الأخبار الأخيرة حول نزول أسعار البترول، وأنت تعرف التأثير الكبير حول الاقتصاد الجزائري أو على الاقتصاد الجزائري إذا نزلت أسعار البترول دوليا. ما يشوف الناحية الاقتصادية، وهذا هو الشيء الذي حقيقة يدخل الحيرة في 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 في, في ذهن أي لبيب وأي مخلص لوطنه عندما يتكلم سلال أو غيره من هذه السلطة ويريد أن يبين الأمر على أن كل شيء على أحسن ما يرام. نعم. كل المعطيات الموضوعية تبين أمور
ثابتة. أولا أن الاقتصاد الجزائري إذا منزعت منه ما حبى به الله سبحانه وتعالى هذا البلد من بترول وغاز، لأن هذا فقط، الأمور الأخرى هي كلها ضايعة، ما كانش، ما عندنا، لا ننتج شيء في الجزائر. وممكن نعطيك بعض الأشياء حتى الشعب الجزائري يفهم أنه فيه في دول أخرى متقدمة، ما تكلمش على هذه اللي راهي في الصدارة، ألمانيا وكذا واليابان، نتكلم على دول اللي يعني في كما يقولوا في مستوانا، حتى بعضها في إفريقيا، في 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 مثلا ساحل العاج، غانا إلى غير ذلك. هذه دول النمو الاقتصادي نتاعها اللي ما عندهاش معظمها بترول، لكن النمو الاقتصادي نتاعها فاق في بعض الأحيان 10% سنويا. أنا أتكلم على دول أقل منا يعني قدرات. أين هي قدرات الجزائر الآن؟ هل يحس الجزائري أن فيه نمو اقتصادي؟ ما فيه شيء. الجزائر لا تنتج شيء اليوم. القمح، شوف الواردات كيف طلعت في هذه المرحلة يعني هذا الأشهر وما زالت زيد. قضية النفط اللي يتباهى بهذا النظام، أننا إلى يومنا هذا الجزائريون عندما يأخذ الجزائري سيارته لازم يعرف أن أكثر من 40% من الوقود اللي يستعمله في سيارته مستورد. أنا نتكلم على أشياء عجيبة بالنسبة لدولة منتجة للبترول. هذه معجزات الجزائر تاع سلال وأصحابه. الآن فيه مخاطر اقتصادية جمع لو ينخفض سعر البترول، أو أقول أكثر من ذلك، الكارثة المغالطة الكبرى أن كل المعطيات رانا يعني في ظرف ممكن 10 سنوات أو أقل راح ندخل في أزمة اقتصادية ضخمة. علاش؟ لأن البترول نتاعنا والغاز بالمستويات اللي ننتجوها الآن، ولا ممكن راح تعاود نسترجع منها في سنة أو سنتين، راح ربما تستهلك جلها إن لم يكن كلها في الجزائر. إذا وش راح نبيعه للخارج؟ لا شيء، لأن اللي حب يبيع منا على 10 سنوات لازم الآن تكون عنده البنية على الاقتصاد، والاقتصاد لا يقوم إلا بشروط أساسية. أولا قضية اطمئنان المواطنين قبل الأجل، نتكلم على الجزائريين، إلى دولتهم، إلى قوانينها، إلى عدالتها، إلى يعني ضمان أنه المستثمر إذا حب يستثمر يكون عنده ضمان، فيه عدالة، فيه ما فيهش بيروقراطية بهذا التفشي، ما فيهش يعني ظلم، ما فيهش قوانين تتغير بين عشية وضحاها، ما كانش استقرار سياسي، ما كانش حتى نظرة استشرافية للمستقبل، ماذا تريد الجزائر؟ وكذلك حتى في ميدان المحروقات، احنا باقيين يعني نلف ونريد أن نضخ ما أمكن من بترولنا باش نبيعوه اليوم قبل غدا حتى نحول إلى دولارات الله أعلم بها فين تمشي، الله أعلم بها فين تمشي. بينما دول أخرى نرى أنها دولة يعني طورت صناعات بتروكيمائية، في دول في الخليج بالجزائر اليوم ولو يعني من غير هناك، نعم، بعض المسؤولين يضحكوا عليهم لكن فاقونا كثير. دولة اللي كانت قبل 15 سنة لا تذكر في العالم، قطر، وأنا لست أمدح قطر ولا يعني أزكي ما تفعله، لكن فيما يعني أمور موضوعية تقاس في قضية يعني الجينال يعني الغاز المميع. قطر انطلقت يعني عشرات السنين بعد الجزائر، وكانت الجزائر في السبعينات رائدة في هذا الميدان. نعم نعم. الآن ضاعت منا كل هذه القدرات، الخبراء مشوا للخارج، هذا الميدان قطر اللي يعني كدولة تقاس، مش كالجزائر تقاس، ممكن بقرية جزائرية من حيث عدد السكان، أصبحت فاقتنا. الجزائر الآن لا تستثمر الاستثمار الحقيقي ولا تنمي اقتصادا في قضية المحروقات ولا تطوير صناعة اللي عندها علاقة بالبترول. دع عنك الأمور الأخرى، خلي قضية الآن رام يتباهوا في 10 نوفمبر راح تفتح رونو مصنع، يعني هو ورشة ماهوش مصنع. هذا إذا ما قصناه بما فعلته رونو في طنجة في المغرب يصبح مهزلة ما يقام في الجزائر اليوم. بشروط هذا العقد ما تنتجه يعني رونو في الجزائر يكون ممكن 10 مرات أقل مما يخرج من المغرب. وهو كذلك يا دكتور سامحني فقط لضيق الوقت، انتهى
موعد أو وقت حصة اليوم، لكن أعدك بأننا سنعود لإثراء هذا الملف من جديد، وسعدنا كثيرا بانضمامك اليوم وإثرائك لمختلف الملفات الجزائرية سواء سياسيا أو خارجيا، دون ما أن ننسى الحديث عن الاقتصادي والشؤون الاجتماعية. جزيل الشكر لك دكتور مراد دهينة، عضو أمانة حركة رشاد، دون ما أن أنسى الشيخ علي بن حاج نائب رئيس جبهة سمين القاذ، وحسن بوراس القيادي في جبهة رفض. كل كانوا طبعا جبهة رفض، كان معنا حسن بوراس من الجزائر بدوره. نعدكم مشاهدينا الكرام للعودة لإثراء هذه الملفات مستقبلا. شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة.